تعرضت في التدخل تاعي قلت له كاين اخطاء بزاف كنت تكني طرف بلوك في تسجيل لي بيريود دو بونيفيكاسيون باسكو كاين طريقتين في التحصيل تاع البونيفيكاسيون كاين تحصيل ديريكت يروح بار سيستم وكاين تحصيل ابريكو يعني شاك تروما ولا شاك اني من يكمل السنه لا بونك دير ان ايتا دو رومبورسمون تاع لي بونيفيكاسيون تتبعها في التريزور كاين طريقتين بصح كاين دي فوا اخطاء وين يكون في التسجيل تاع القيمه تاع البونيفيكاسيون ولا في لا بيريود دي في تاعها يعني في المده فعاليه البونيفيكاسيون انا قلت بلي كاين اخطاء يصيروا اخطاء كيما هكا لو سيستم دانفورماسيون تاعي تكلمت عليه تطرقت عليه قلت لك المشكله اكبر مشكله يتعرض عليها لو سيستم بانكير تاعنا درك داروا تجديد لكاع لي سيستم دانفورماسيون تاعهم كاع لي بونك داروا تجديد دي سيستم بيرفورمون يعني دي سيستم حاجه عالميه باش نقول لك المشكل درك ما كانش يمتريز ما كانش كي نقولوا حنايا تحكم كامل في لو سيستم دانفورماسيون راهم مرحله ميم لي فورماسيون ميم التكوين راه مرحله وان شاء الله انا واحد اللي كيستعرف ثاني بالواقع ان سيستم دون فرونسي ما في بلدان عالميه قعدوا فتره 5 سنين باش تحكموا فيه دروك بكري كانت مانيوال كان لو بونكي يكالكولي لاجيو تاعها مانيوال مو بستيلو لانتيري كومبوزي ولا سامبل تي في ا يقعد ان موا كنا نكالكولي دي فوا ان كونت في ان موا كون كيساجي دون اوفيس ولا تكون عندها في عمليه كبيره بصح لو سيستم دون فرونسي هذا هو الواقع يليق فتره انتقاليه باش نوصلوا الى سيستم بيرفورمان كما الدول المتقدمه الان هذه هي والسلام عليكم